أهلا وسهلا بكم مرة ثانية أصدقائي الأعزاء. بالفيديو الأخير شفنا شلون إذا غيرنا الإليمنت تايب من لينير إليمنت إلى كوادراتيك إليمنت شلون قدرنا إنه نحقق الإكزاكت سوليوشن، لأنه استخدمنا ببساطة نفس المعادلة اللي يستخدمها الإكزاكت سوليوشن. وطرحنا تساؤل، هل يا ترى هذا هو الحل الوحيد أم بإمكاننا إنه نحل المسألة بطريقة ثانية؟ اللي راح اسويه اني هو انه احاول اجاوب على الاوبجكتيف نمبر 3 من مجموعه الاوبجكتيفز اللي موجوده عندنا بالمثال اللي احنا بنحله، واللي هو learn how to do image sensitivity analysis. يعني بصوره ثانيه، اذا غيرنا حجم الاليمنت سايز، اذا كبرناها او صغرناها، ما مدى تاثير هذا على الابروكسيميت سوليوشن وما مدى اقترابه من الاكزاكت سوليوشن. فحتى أجاوب على هذا التساؤل، اللي راح أسويه هو أنه أرجع من جديد إلى المش موديول، وراح أعيد تعريف الإليمنت تايب اللي أنا دا أستخدمه هنا. أنا ما أريد أستخدم الإليمنت تايب اللي هي كوادراتيك تايب اللي حققت للإكزاكت سوليوشن، راح أرجع لللينير إليمنت، وراح أروح على السيد وأختار إنستنس، وبدل ما يكون الأبروكسيميت جلوبال سايز إيكوال تو 2 راح أصغره إلى 1، بحيث إنه عدد الإليمنتس مالتي راح يزيد، بحيث صار 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، صار عندي 10 إليمنتس، ضعف الإليمنتس اللي بديت بيها الحل مالتي. هذه تعتبر فاينر مش، وديش كانت كورس مش. فراح نشوف هل يا ترى هذا راح يسوي لنا أي تغيير. حتى أحقق المعادلة مالتي وأكمل، أرجع على إنستانس وأقول له أوكي to mesh the part، وأنتقل بعدها إلى job و I will submit the job again وأنتظر النتيجة. أوكي، الآن وقد انتهت الجوب مالتي، أروح أشوف الريزولتس، ومباشرة راح أنتقل إلى von Mises traces أو كيفك. إذا ما تريد von Mises شوف الاس 1 1، هنا نحن ما عندنا غير بس الاس 1 1، فهي راح تسوي von Mises نفس الشيء. راح نشوف إنه الستراس بالنهاية المقيد، بالنهاية الحرة، الإكزاكت سوليوشن هو 100، الابروكسيميت سوليوشن نتذكر اللي طلعنا في حاله اللينير اليمنت كان 120، قدرنا انه نقلله الى 110 بزياده عدد الاليمنتس. كذلك الاجهاد بالناحيه المقيده، قدرنا انه نرفعه من 280 في حاله ال 5 اليمنتس الى 290 في حاله ال 10 اليمنتس، وبهذا اقتربنا اكثر من الاكزاكت سوليوشن اللي قيمته 300. هل كان هنالك أي تأثير على الديسبليسمنت؟ الديسبليسمنت هي بدون أي تغيير، لأنه هي نفس النتائج اللي اكزاكت طلبناها. طيب، هسه عرفنا إذا زيدنا عدد الإليمنتس راح نقترب أكثر من الإكزاكت سوليوشن، وهاي نتيجة منطقية. فراح أحاول إنه أنطي عدد إليمنتس أكبر بعد. أنا كان عندي 10، ليش ما أسويها 100 وأشوف شنو اللي راح يصير؟ فأروح على السيد وإنستانس وأختار الأبروكسيميت جلوبال سايز، بدال ال1 راح اختار 0.1 وانطي اوكي وديليت مش. شوف العدد الكبير هنا بمجرد seeding done. اوكي، بمجرد انه انطي instance و اوكي تو مش ذا instance، وقال لي هنا صار عندك 100 elements have been generated on instance part. اروح الى الجوب واسوي لها resubmit من again. It's okay to overwrite. ممكن تاخذ وقت اطول شويه لانه صار عندنا عدد الاليمنت كبير جدا. هنا بدينا بخمسة، انتقلنا الى 10، والان صار عندنا 100 اليمنت، يعني 20 ضعف اللي بدينا به بالبدايه. اوكي، الحمد لله وشكر ما اخذت وقت طويل. بالريزلتس اذا اروح الى الاجهادات، وهذه قدام نشوف اقتربنا بعد اكثر، صار عندنا 101 الإجهاد بالنهاية الحرة، يعني 1% شوية أزيد من الإجهاد الـ exact solution. وبالنهاية المقيدة صار عندي 2.99 أو 299
PSI واللي هو أقل أيضا بواحد بالمية فقط من الـ exact solution. فمعنى هذا الكلام إنه أنا كل ما أنعم المش مالتي أكثر، كل ما أختار finer مش، كل ما أقترب أكثر من الـ exact solution. لكن بما إنه أنا دا أختار linear element، فأني ما دا أقدر أحصل على الحل الـ exact اللي أنا أريده. طيب ليش أنا دا أقترب من الحل مالتي بزيادة عدد الـ elements؟ لأنه ببساطة أنا كل اللي دا أسوي هو إنه أقترب أكثر من شكل التشوه الصحيح اللي دا يصير بالـ element ما بالـ bar مالتي بصورة عامة. وكل ما أقترب من شكل التشوه الصحيح، كل ما strains اللي هي مبنية على displacement راح تكون أدق أو أقرب للحل الحقيقي، وكلما كانت بالنتيجة stresses أيضا أقرب للـ exact solution. فهذه ببساطة هي معنى إنه إذا نزيد عدد الـ element ليش دا يطلع لنا الحل أقرب إلى الـ exact solution. أتمنى أنه يكون هذا الشيء واضح للكل، وإذا كان شيء واضح أرجو أنه تكتبوا لي تساؤلاتكم في صندوق الوصف، بس هو هذا المنطق مع الفاينايت إليمنت بصورة عامة. بقية الأسئلة اللي موجودة ببالنا واللي ذكرناها بالفيديو الأول لهذا المثال راح نحاول نجاوب عليها بفيديو أو قد يكون أكثر من فيديو قادمات، فأتمنى أنه تتابعونا. أهلا وسهلا بكم مرة ثانية.